السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد الحقنة العضل. الحقنة العضل بقسم الإليا 4 أرباع وبضرب في الربع الأخير، بمسك حرف الحقنة كويس عشان الحقنة ما تفرقعش في إيديا والسائل اللي فيها يطلع بره. بسم الله، هقسم العضلة 4 أرباع وآخد الربع الخارجي طرفي. بسم الله، سحبه لفوق ما طلعش معايا دم وعطي. سلامتك يا حلوه. ما فيش، خلاص خلصنا حبيبتي. خلص. ايوه، همسك العضله بزاويه 90، سحبت فيش دم بعطي. بعمل ضغطه ماشي. خلاص شوي، عمري شندق.